ابو كرم، يعني انا كلاعب ومرت هدف سالم متعودين عليه كثير، يعمل سالم نفس الحركه، هذا سوء من المدافعين. يعني سالم يسحب في مساحه ضيقه ويستخدم مهاراته في يعني عدى من 3-4 مدافعين، هذا سوء مدافعين. لكن جول رونالدو لاعب معتمد على امكانياته اللي هي التسجيل، ما كان حوله مدافعين، لكن بالدربل اللي عمله طلع نفسه شوي. قبح الله التعصب يا زلعاني، والله قبح الله التعصب اقسم بالله. اصلا لا غايز علي يقول شحل هدف كريستيانو رونالدو ولا هدف سالم على الفتح بعيدا، مش اجمل هدف؟ مو موضوعنا هذا. ما يبغى يقول ان سالم لاعب مهاري، لا، يقول لك سالم يستخدم مهارته ولكن كريستيانو استخدم يعني الموهبه. طب هل هذا كش استعان بالجن يوم يسحب؟ بعدين قال 3-4-5 مدافعين عادي، يعني هذا من سوء المدافعين. 3-4-5 سحب نص الفريق، ينزل الجمهور يسحبهم عشان ترضى؟ الله يا محسن عادي، ايش فيك؟ ايش فيك؟ بعدين قال بما اني انا كنت لاعب ومريت، انت مريت وطلعت، انت ما مريت وقعدت في الملعب، ما حد يذكرك. قسما بالله اني كاتب اسمك في اليوتيوب ما طلع لي شيء، طلع لي حسن صبحون قصص تاريخ، يعني حتى اليوتيوب مو بذاكرك، روقني. لا لعبت في كاس العالم 94 ولا 98 ولا 2002 ولا شفناك. كل اللي سويته لعبت كاس العالم للانديه، اخذوك معهم، كنت تربط شبك، ما ادري شو تسوي، ما ادري تشوت على الخوجه اللي تمرن، ما ما ما, ما حد يعرفك، ما حد يعرفك. مين انت انك تقيم اللعيبه؟ سالم افضل لاعب سعودي في العشر سنين اللي راحت، شاء من شاء ابى من ابى، استمراريه، موهبه، سجل في كل مكان، كل شيء سوى فيه. محسن الحارثي اقسم بالله لو انك تلعب في عهد سالم كان كل مباراه تطلع تخيط الشورت حقك، والله تطلع تخيط الشورت حقك، لانه اول ما كان يعطون كل شو اسمه مباراه شورت، لا هو شورت واحد تلبسه طول الموسم.